ذكرنا في درس الأمس ما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام عندما أمره الله تبارك وتعالى أن يخرج ليلا مع بني إسرائيل من مصر لينجو من فرعون ومن بطشه، ثم ما جرى لهم عندما أتوا إلى البحر، وكيف أن الله تبارك وتعالى أمره أن يضرب البحر بعصاه ففلق الله له البحر وأنجاه الله وبني إسرائيل، وأغرق الله عز وجل فرعون وقومه وجعلها الله تبارك وتعالى هم آية. ثم ذكرنا ما جرى لهم عندما تجاوزوا البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم في ترتيب الأحداث اختلف أهل العلم على قولين اثنين، منهم من يقول بأن ما جرى لبني إسرائيل من اتخاذ العجل كما سنذكر في هذا اللقاء، ومن ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام للقاء ربه وطلب الرؤية من الله تبارك وتعالى، أن هذه الأحداث كانت قبل دخول بني إسرائيل للتيه إلى الضياع، وبعد دخولهم للتيه والضياع بعد ذلك فرض الله عليهم دخول المسجد أو دخول بيت المقدس. ومنهم من يرى عكس ذلك، وهذا الذي أعني القول الثاني عكس ذلك هو الذي سرت عليه وهو الذي اختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فذكرنا أنه عندما تجاوزوا البحر أتوا على قوم كما قلنا يعكفون على أصنام لهم، طلبوا من موسى نجعل لهم إلها قال إنكم قوم تجهلون. ثم بعد ذلك ذكرنا أن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يأمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي بيت المقدس، وكان فيها الكنعانيون وغيرهم من الجبابرة، فلم يمتثل بنو إسرائيل لهذا الأمر، ثم بعد ذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن ضرب عليهم التيه، تاهوا لأربعين سنة، كلما أرادوا أن يخرجوا من هذه الأرض التي هم فيها يمشون يظنون أنهم يتجهون بالطريق الصحيحة، وإذا بهم يرجعون إلى النقطة التي ابتدأوا منها، وهكذا أخذوا يدورون في حلقة مفرغة، واستمر هذا التيه والضياع لأربعين سنة. في هذه الفترة وقعت لهم جملة من الأحداث. طبعا في هذه الفترة في هذه الصحراء القاحلة المقفرة ليس فيها ماء، ليس فيها ضرع، ليس فيها زرع، ليس فيها نبات، ليس فيها طعام، ومع هذا من الله تبارك وتعالى عليهم بطعامين منه سبحانه وتعالى. الطعام الأول يأتيهم في الصباح وهو المن، والمن على قول عامة أهل العلم هو طعام حلو المذاق، يكون على شكل حبات بيضاء، إذا أكلها الإنسان يتلذذ بأكلها ويشعر بحلاوة، هذا هو المن. وانزلنا عليكم المن والسلوى، والسلوى طعام يأتيهم في آخر اليوم، وأيضا قول عامة أهل العلم أن السلوى هو طير السماني أو السمن اللي نسميه احنا في اللغة الدارجة، وهو طير معروف أن مذاقه طيب وأن لحمه لذيذ، فكان يأتيهم في آخر النهار هذا الطير بكثرة، طيور السماني أو السلوى يأتيهم بكثرة، فكانوا يقتنصون هذه الطيور دون تكلف، يعني كصيد اليد. ففي الصباح إذا أصبحوا وجدوا هذا المن ساقطا عنده، وهو كما قلنا حبات بيضاء حلو المذاق، وفي آخر اليوم
يتناولون هذا الطير السلوى أو السماني، يأكلونه ويصطادونه دون كلفة. إذن رزق يأتيهم من الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء، وهو رزق مبارك لأنه يأتي من عند الله عز وجل مباشرة دون أن يبذلوا فيه سببا. ثم طلبوا من موسى السقيا فاستسقى موسى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ضرب موسى بعصاه هذه الحجار 12 حجرا، فانفلق كل حجر وانبجس وانفجر كل حجر عن ماء، عن بئر ماء معين زلال. وكانوا بنو إسرائيل وكان بنو إسرائيل 12 سبطا، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل عند العرب، كالقبائل عند العرب، فكذلك الأسباط في بني إسرائيل. والمشهور أن هذه الأسباط خرجوا من ذرية يعقوب 12، يوسف بن يامين وإخوته 10 من أبيه يعقوب، فهؤلاء هم بنو إسرائيل، وقلنا إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. فكانت هذه الآبار التي فجرها الله تبارك وتعالى في التيه في هذه الصحراء كان عددها 12 بئرا، لكل سبط بئر معلوم. إذن طعام يأتيهم بلا كلفة ولا عناء من الله عز وجل في الصباح والمساء، وماء فجره الله عز وجل لهم وبين أيديهم. عاشوا فترة من الزمن على هذه الحال، وفي فترة الصيف كان يأتيهم كما أخبر الله تبارك وتعالى كان يأتيهم ظلل من الله كالغمام يسترهم من حر الشمس. إذا نعم من الله عز وجل تترى، من وسلوى ومياه وآبار وظلال من الله عز وجل يقيهم حر الشمس. ولكن بني إسرائيل هم بنو إسرائيل، وكما قال الأول صاحب العادة القديمة لا يدعها، صاحب العادة القديمة لا يدعها، فلم يصبروا على هذا الأمر وهذا الاختبار من الله تبارك وتعالى، وإنما شكوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يبدلهم الله عز وجل هذا الطعام. قال الله عز وجل عن حالهم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. وهذا أيضا فيه سوء أدب، المفروض أن يقولون فادع لنا ربنا، لكن يقول ربك، ما معنى هذا الكلام؟ هو ربه وليس بربكم؟ وهكذا هم دائما اليهود، هذه عادتهم وهذه سجيتهم وهذه طباعهم، يسيئون الأدب مع الأنبياء والمرسلين، يسيئون الأدب مع ملائكة الله عز وجل المقربين، بل أساءوا الأدب مع الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة. قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. استغرب موسى لهذا الطلب، أنتم عندكم هذا الطعام اللذيذ الشهي المبارك الذي يأتيكم من عند الله عز وجل بلا كلفة، تستبدلون به طعاما رديئا، بل ربما قد يكون خبيثا، خبيث الرائحة كالثوم والبصل. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني هذا أمر مستغرب، أنت عندك طعام شهي لذيذ نظيف جيد تستبدله، تريد أن تترك وأن تأخذ طعاما رديئا؟ هذا أمر مستغرب.
قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. مصر هنا في هذه الآية ليست مصر البلد المعروفة، إنما مصر يعني مصر في اللغة أي بلد، مصر من الأمصار، بلد من البلدان. فاهبطوا مصر يعني كأنه يقول لهم ما تطلبونه أمر متيسر وموجود لعامة الناس، فاهبطوا وادخلوا أي بلد ستجدون ما تريدون من الثوم والبصل والقثاء والكراث موجود، فلا أسعى لكم، فلن أسعى لكم فيه، تريدونه ادخلوا أي مصر أي بلد ستجدون ما تريدون. طبعا في هذا الرد إشارة إلى تضجر موسى وعدم قبوله لمثل هذا الكلام وهذا الاعتراض على قدر الله عز وجل بأن قدر لهم هذا الطعام الذي يأتيهم في الصباح والمساء. عندها قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: سأذهب للقاء ربي وأذهب لميقات ربي. واستخلف عليهم أخاه هارون عليه السلام، وكان مكان هذا الميقات في جبل الطور الذي سبق أن كلمه الله عز وجل عنده. فخرج موسى وقال لهم: سأغيب عنكم 30 يوما، لأن هذه المدة هي المدة التي ذكرها الله عز وجل له، وذكر أهل العلم والعلم عند الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يصوم 30 يوما. في هذه 30 أمره أن يصومها كلها، وهذا أمر ليس بمستغرب أو ليس بمحال، قد نستغربه لأول وهلة، ولكن الإنسان لو نظر في حال الأنبياء والمرسلين يعلم أن هذا الأمر ليس بمستغرب. نبينا صلى الله عليه وسلم واصل اليوم واليومين وكاد أن يكمل 3 ولكنه أفطر عليه الصلاة والسلام، ونهى أصحابه ونهى هذه الأمة أن يواصلوا، وبين أنه من يعني الرخصة من أراد أن معنى الوصال أن لا يفطر في عند المغرب، يكمل صومه، هذا معنى الوصال. فجوز لهم عليه الصلاة والسلام أنه من أراد أن يواصل فحده إلى السحر، يعني منتصف الليل، لا يكمل أو قريبا من منتصف الليل، مع أن هذا مكروه، والأفضل أن يعجل الإنسان الفطر كما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه ليس كهيئتهم، قال: إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين صلوات الله وسلامه عليه. واختلف أهل العلم هل هذا إطعام والسقيا سقيا وإطعام حقيقي، أم أنه يقصد بذلك أنه يتلذذ بمناجاة ربه وبدعائه وبعبادته، الأمر الذي يشغله عن التفكير في الطعام والشراب. على كل حال أن هذا الأمر ليس مستغربا على حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمشهور أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يصوم 30 يوما، وعندما انقضت هذه 30 وعندما انقضت هذه 30 نعم يوما، مضغ عودا من عواد الشجر، وذلك ليذهب رائحة فمه الكريهة الناتجة عن هذا الصيام الطويل. خلوف فم الصائم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. هذه الرائحة المستقذرة أو المستهجنة والمستكرهة من الناس التي تصدر من فم الصائم نتيجة لخلو معدته، فتنبعث هذه الروائح غير المستحسنة، هي مستقبحة عند الناس، ولكن عند الله أطيب من رائحة المسك.
لأنها ناتجة عن عبادة. فموسى عليه الصلاة والسلام اجتهد سيناجي ربه إذا يريد أن يكون في أحسن هيئة وفي أجمل رائحة، فمضغ هذه العيدان ليذهب رائحة فمه. فذكر الله له سبحانه وتعالى يعني ما الذي حداك ودعاك أن تغير رائحة فمك؟ ألم تعلم يا موسى أن هذه الرائحة خلوف فم الصائم أطيب عندي من رائحة المسك؟ ولذلك أمره الله عز وجل أن يتمم صيامه 40 يوما، يعني أن يزيد 10 أيام. وهذا الذي ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف، فقال وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. المشهور عند أهل العلم كان الشهر الذي صامه موسى 30 الأول يصادف شهر ذي القعدة، ثم تمم الله له 10 أخرى، فكان فطره متى؟ في 10 من ذي الحجة، يعني يوم العيد. وهذا اليوم الذي تمم له ربه سبحانه وتعالى هذا الميقات، وهذا اليوم يوم عيد الأضحى، يوم النحر 10 من ذي الحجة، هو اليوم الذي تمم الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته، قال إنه أنزل عليكم آية، لو أنزلت علينا معاشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال أي آية؟ اسأل عمر. فقال اليهودي اليوم أتممت عليكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر أعلم متى أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي مكان نزلت عليه؟ وهو في يوم عرفة أو في يوم النحر. الشاهد أنه هذا اليوم أو هذه العشر 10 مباركات لا شك، وفضلها معروف، 10 الأوائل من ذي الحجة. فتمت هذه العشر وتممت 40 يوما، فجاء موسى لميقات ربه تبارك وتعالى، وكلمه الله عز وجل كفاحا بلا ترجمان، وأعطاه الألواح. وقبل ذلك عندما كلمه ربه تبارك وتعالى طمع موسى في فضل الله تبارك وتعالى، يعني هذا بطبيعة الإنسان أنه كلما أعطي شيئا يريد أفضل منه. فعندما كلمه الله عز وجل طمع موسى أن يرى ربه، فقال ربي أرني أنظر إليك. قال الله عز وجل قال لن تراني، يعني لن تراني ليس معنى ذلك أنك لست أهلا لأن تراني، هو له كرامة عند الله عز وجل عظيمة، كما قال الله عز وجل عن موسى في خواتيم الأحزاب قال وكان عند الله وجيها، ذا وجاهة ومكان عند الله عز وجل، هو كليم الله عليه الصلاة والسلام. إذن قوله تبارك وتعالى لن تراني ليس لأنك لا تستحق أن تراني، ولكن لأنك لا تقوى ولا تتحمل رؤيتي. وحتى يطيب الله تبارك وتعالى خاطره ويظهر له هذا الأمر حتى يراه عيانا، لأنه ليس المخبر كالمعاين، قال ولكن انظر إلى الجبل، جبل عظيم، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. من أقوى في التحمل، الجبل ولا الإنسان؟ الجبل أكيد، حتى الجبل يضرب به المثل في الثبات والقوة، يقول فلان جبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. جاء عن السلف أن الله تبارك وتعالى كشف الحجاب
عن وجهه جل في علا بمقدار أنملة، لم يتجلى تماما ربنا تبارك وتعالى، يعني لم يكشف الحجاب كاملا، لأن حجابه النور كما جاء في صحيح مسلم حجابه النور، قال عليه الصلاة والسلام: ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وهل بصر الله تبارك وتعالى ينتهي إلى حد؟ أبدا. إذن رحمة بنا سبحانه وتعالى، لأن الخلق جميعهم لا يتحملون ولا يستطيعون رؤيته في هذه الدنيا، فحجب نفسه المقدسة وحجب وجهه الكريم بحجاب النور، فكشف بقدر أنملة لهذا الجبل، فأصبح هذا الجبل العظيم الأشم دكا بلحظة واحدة، أصبح قاعا صفصفا مستوى تماما مع سطح الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الأمر وأراد أن يبين هذه الصورة لأصحابه رضي الله تعالى عنهم فيما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال عليه الصلاة والسلام: هكذا بأصبعه. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على مفصل الأعلى من الخنصر، قال: فساخ الجبل. هكذا فساخ الجبل، يعني أصبح مستويا لحظة واحدة. فتبين لموسى عليه الصلاة والسلام وقد خر صعقا من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فتبين له بالبرهان القاطع أنه لا يقوى على رؤية الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. طبعا أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم، والآيات والأحاديث كثيرة جدا، وهذا محل إجماع، ومن أنكره هو مبتدع. الذي ينكر الرؤية مسألة مجتهادية، لا يأتينا الآن متفلسف يقول: أخي اجتهاد. لا، ما في اجتهاد، هذه هناك مسائل دوائر مغلقة، دوائر مغلقة لا مجال للاجتهاد فيها، إما أن تؤمن فتنجو، وإما أن تنكر فتعذب وتضل. وهذا كما قلت لكم بإجماع أهل العلم، لم ينكر أحد من أهل السنة أن الله عز وجل يرى بالأعيان وبالأبصار في جنات النعيم. وكما قلت لكم النصوص كثيرة، أشهرها قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة. فسر الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم إنها النظر لوجه الله الكريم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم، هذا في الصحيح، كما ترون القمر ليلة البدر، هذا كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ليس دونه سحاب، شوف يعني وضوح الرؤية، كما ترى القمر، أي قمر، ليس الهلال أو ليلة البدر كاملا. ثم قال: ليس دونه سحاب لا تضامون ولا تضامون، بالتخفيف والتشديد، لا تضامون في رؤيتي، أو لا تضامون في رؤيتي، لا تشكون أو لا تتزاحمون في رؤيتي. واضح. وهذا ليس من باب تشبيه القمر بالله، أعوذ بالله، ليس كمثله شيء، ولكن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني كما أننا نرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا نشك في ذلك ولا نتزاحم في رؤيته، الجميع يستطيع أن يراه، كذلك يرى المؤمنون ربهم في جنات النعيم دون أن يشكوا في رؤيته ودون أن يتزاحمون في رؤيته.
ومما يدل على ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ابن عباس رضي الله رحمه الله قال: بما أنه حجب الكفار عن رؤيته دل أن المؤمنين يرونه في جنات النعيم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يراه في جنات النعيم. بعد ذلك، بعدما أفاق موسى وتاب إلى الله تبارك وتعالى وتبين له هذه الحقيقة العظيمة أنه لا أحد يستطيع ويتحمل ويقوى أن يرى ربنا تبارك وتعالى في هذه الدنيا، أعطاه الله سبحانه وتعالى الألواح. قال الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هذه الألواح التي أنزلها الله تبارك وتعالى من السماء، وجاء في الصحيح أن الله عز وجل كتبها بيده، أن الله كتبها بيده. وإياك أن يقذف الشيطان في نفسك عندما تسمع أو تقرأ مثل هذه الأحاديث، أن يقذف في نفسك التشبيه فتظن أن يد الله كيدك أو كيدي أو كيد المخلوق. لا، القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكتبها بيده سبحانه وتعالى وأنزلها على موسى. وهذه الألواح فيها كل ما يهمهم من الحلال والحرام، فأخذها موسى عليه الصلاة والسلام. وقبل أن يرجع ننتقل بالصورة إلى بني إسرائيل. عندما غادرهم موسى قلنا استخلف عليهم من؟ أخاه هارون عليه السلام، وأمره أن يقوم بهم بالعدل والقسط وأن يدعوهم إلى الله عز وجل. فخرج من بينهم رجل اسمه السامري. هذا الرجل ذكر العلماء بأنه ليس من بني إسرائيل، ولكنه خرج معهم عندما خرجوا من مصر. عندما تجاوزوا، عندما خرجوا من مصر، ذكرنا لكم أحبتي في الله أنهم أخذوا الذهب والحلي، استعاروه من قوم فرعون لأنهم أرادوا أن يحتفلوا بذلك العيد كما ذكرنا في الدرس الماضي. وبعض الذهب أيضا قام بعض ضعاف النفوس من بني إسرائيل وممن خرج معهم وسرقوه من الأقباط. فعندما نجاهم الله عز وجل من الغرق وأغرق فرعون وقومه، أخرجوا هذا الذهب الذي كان معهم. فبين لهم موسى عليه الصلاة والسلام، قال: هذا ذهب لا يحل لكم، فاقذفوه في اليم في البحر. فما كان من بني إسرائيل إلا أنهم قذفوا هذا الذهب في هذا البحر. قام هذا السامري، هذا الرجل، وهو حقيقة شخصية غريبة الأطوار، ولذلك يعني بعض أهل العلم قد ذكروا فيه كلاما الله أعلم بصحته. المهم أنه هذا الرجل التقط هذا الذهب الذي ألقاه في البحر وأخذه معه، ثم عندما تركهم موسى كما قلنا قام هذا السامري وصهر هذا الذهب، جعله مائعا، ثم شكل منه وصنع منه عجلا، والعجل هو ابن البقرة. ثم كان قد قبض قبضة، وهذه القبضة قبضها كما بين بعد ذلك لموسى لأنه رأى جبريل، وجبريل عليه السلام كان مع موسى في هذه المحنة، وكان على فرسه مع موسى عندما تجاوزوا البحر. وهذا أمر معروف أن الله عز وجل يؤيد رسله وأنبياءه بالملائكة، كما أيد الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غيرها من الغزوات. فكان جبريل معه بهيئة رجل وعلى فرس. لاحظ السامري في تلك الأثناء أن هذا الرجل صاحب الطلة الجميلة الواقف بجانب موسى كان يصدر الأوامر لموسى. عندما أراد موسى كما ذكرنا أنه يضرب البحر
ليغلقه على فرعون أمره هذا الرجل الذي بجانبه أن ينتظر الآن ولا يضرب البحر، فانتظر موسى. ثم بعد ذلك أمر موسى أن يضرب البحر فضرب البحر موسى. إذن كأن موسى يتلقى عليه السلام يتلقى الأوامر من هذا الرجل. وهذا السامري صحيح أنه ليس من بني إسرائيل، ولكنه يعرف رموز بني إسرائيل، يعرف موسى عليه السلام ويعرف هارون عليه السلام ويعرف يوشع بن نون عليه السلام ويعرف العباد والصالحون والرموز يعرفهم، وهذا الرجل ليس منهم، ويعرف أن موسى نبي. فاستنتج هذا الرجل السامري ويعرف أن ملائكة الله يؤيدون رسل الله، فاستنتج أن هذا هو جبريل. فعندما انقضت هذه الحادثة وأغرق الله فرعون وذهب موسى ومن معه وذهب معهم هذا الرجل الذي هو جبريل، أخذ السامري من أثر سنابك خيل جبريل. السنابك هي الحوافر، أخذ من قبضة من الأرض، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي، هكذا اعتذر. فأخذ هذه القبضة من التراب من سنابك خيل جبريل وأخذها معه. ثم عندما صهر هذا الذهب وصنعه كما قلت لكم من العجل، ألقى هذه القبضة في فم هذا العجل، وصنعه بطريقة بحيث أنه كان أجوفا، أجوف فاضي هذا العجل، بحيث أنه إذا دخل الهواء من فمه وخرج من دبر هذا العجل يصدر صوتا. هذا أمر معروف، أنت لو جعلت الباب صرير الباب أو جعلت شيئا أجوف كإناء وجعلته في مهب الريح يصدر صوتا. فعندما خرج هذا الصوت من هذا العجل استغرب بنو إسرائيل هؤلاء الجهلة، استغربوا وقد أشربوا في قلوبهم العجل كما بيّن الله تبارك وتعالى، لأنهم قبل سنوات قليلة عندما مروا على وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وقلنا هذا الصنم كان بقرة، وطلبوا من موسى أن يجعل لهم بقرة إلها كما لهم آلهة، فالقضية فيها رواسب وفيها قابلية في قلوب هؤلاء. فعندما قال لهم السامري وسمعوا هذا الصوت الذي خرج من هذا العجل بدخول الهواء من فمه وخروج الهواء من دبره، قال هذا إلهكم، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا الكفر، قال هذا إلهكم. ليس هذا فقط، وإله موسى فنسي. قال لهم ألم يقل لكم موسى إنه سيذهب لـ30 يوما؟ طيب مضت الـ30 الآن، لأنه انتهى من صنع هذا العجل بتمام الـ30، 30 يوم لغياب موسى انتهى من صنع العجل السامري. فقال تم الـ30، وين موسى؟ ما رجع. إذن هذا إله موسى، وموسى ذهب ليبحث عن إلهه وقد نسي إلهه عندنا. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يولد والذي لم يلد ولم يولد، إله الأولين والآخرين، رب العالمين. فاغتر هؤلاء الجهلة الفجرة، اغتروا بما قاله موسى بما قاله السامري، وفعلا عبدوا شرعوا في عبادة هذا العجل، فأخذوا يدورون حوله ويرقصون ويفرحون ظنا منهم أن هذا هو إلههم. حاول هارون أخو موسى عليه السلام، كان معهم، حاول أن ينهاهم، ولكن هارون عليه الصلاة والسلام لم يكن كموسى. موسى تميز بالشدة والحزم والبطش مع أعداء الله تبارك وتعالى، أما هارون فكان يميل إلى جانب اللين والحلم. فلذلك دعا هذا الأمر، شخصية هارون دعت هؤلاء إلى أن يتجرأوا عليه، فتجرأوا عليه، ولذلك سنرى موقفهم مع هارون وسنرى موقفهم مع موسى كيف الأمر يختلف تماما. هارون يكلمونه بكل استعلاء واستكبار وعدم اكتراث،
بينما موسى يتوددون في كلامهم، يخضعون في عباراتهم، لأنهم كانوا يهابونه عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: عندما أتم، إذن صنعوا العجل بعدما غادرهم موسى 30 يوما، وموسى عاد لهم بعد 40 يوما، يعني 10 أيام هي كانت مدة عبادتهم العجل. انتهوا يوم 30 من خروج موسى، وموسى عاد إليهم يوم 40، إذن هذه الأيام 10 عبدوا فيها العجل. الله تبارك وتعالى بعدما نرجع إلى موسى مرة أخرى، بعدما من على موسى عليه الصلاة والسلام بأن أعطاه هذه الألواح التي كذب فيها كل شيء من الحلال والحرام، وجعلها موعظة وما يحتاجه بنو إسرائيل في عبادتهم لله تبارك وتعالى وفي حياتهم ومعاشهم، قبل انصراف موسى قال الله تبارك وتعالى وذكر له بأنه سبحانه وتعالى قد فتن بني إسرائيل من بعده وعبدوا العجل. قال الله تبارك وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى، الله أكبر، هذه آية عظيمة إخواني. شوف حال الأنبياء على طول: وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك يقال للمؤمن: جعلنا الله وإياكم منهم، عندما يسأل في قبره، وعندما يأتيه بعد سؤاله يأتيه رجل حسن المنظر طيب الرائحة حسن الثياب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فأبدلك الله خيرا. بينما الآخر الفاجر، صلى الله عليه وعافنا وإياكم، يقال له عمله وهو في يعني منظر قبيح منتن الريح سيء المنظر، يقول له: ما علمتك إلا كنت بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله فأبدلك الله شرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا خلق الأنبياء، فاحرص أن تتخلق بخلق الأنبياء أخي الحبيب. قال: وعجلت إليك ربي لترضى. إذا دعيت إلى طاعة فبادر قدر استطاعتك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال الله عز وجل له: قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. استشاط موسى غضبا عندما علم بوحي الله له وبكلام الله له أن قومه قد عبدوا عجلا، وهو قد تركهم يعبدون الله رب العالمين، فأخذ الألواح وذهب مسرعا إلى قومه. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ألا تذكرون هذه النعم العظيمة التي من الله عليكم سبحانه وتعالى بها؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني كانت معنا هذه الذهب فرمينا، أنت أمرتنا أن نرمي فرمينا، فقذفناها، أي في اليم. فكذلك ألقى السامري، كما قلنا التقفها السامري وصنع منها كما ذكرت لكم قبل قليل. الله تبارك وتعالى أنكر عليهم على لسان موسى عليه الصلاة والسلام عبادتهم لهذا العجل، كما قال الله تبارك وتعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون، الله عز وجل برأ هارون أنه لم يقصر في دعوتهم، ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لم يلتفتوا لهارون، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع عليه موسى، يعني سيستمر على عبادة العجل حتى يرجع موسى. هنا موسى عليه الصلاة والسلام اتجه إلى هارون يلومه ويعاتبه، هو الخليفة عليهم من بعده، قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ لماذا لم تنكر عليهم؟ لماذا عندما وجدتهم يعبدون العجل من دون الله لماذا لم تتبعني، تأتيني إلى مكاني وتخبرني؟ قال هارون، قال: يا ابن أم لا، وهو ليس
أخوه من أمه فقط بل من أمه وأبيه، ولكن المفسرون يقول ولكن المفسرين يقولون قال يا ابن أم، لأن الأم صلة الأم أقرب إلى الرحمة والرأفة والعطف، فأراد أن يستعطفه وأن يذهب ثورة غضبه فقال يا ابن أم. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لأنه من شدته جذبه من رأسه ولحيته. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني طحت في مشكلة أنا الآن، إن تركتهم مشكلة، إن تركتهم على ما هم عليه مشكلة، وعظتهم ما استجابوا لوعظي، إن تركتهم وأتيتك خفت وخشيت أن تقول لماذا أتيتني وتركت بني إسرائيل. فرحم الله ورضي الله على هارون أنه أدى الذي عليه واجتهد عليه الصلاة والسلام. عندها موسى عليه الصلاة والسلام بعدما لام قومه وأنكر عليهم وبين لهم فداحة الخطأ الذي وقعوا فيه وعاتب أخاه هارون، أقبل على صاحب المشكلة، على مسعر الفتنة، ألا وهو السامري. التفت إليه موسى وقال فما خطبك يا سامري، ايش قصتك انت، ما هذا الذي فعلته؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، شفت شيء انت ما شفته وهم ما شافوا. ما الذي رآه؟ كما قلنا انه رأى جبريل عليه السلام، يعني باجتهاده ظن انه جبريل بجانب موسى عليه الصلاة والسلام. قال فقبضت قبضة من اثر الرسول، يعني اثر خيل جبريل عليه السلام، فنبذتها عندما صنعت هذا التمثال، نبذتها في فمي فأخرج صوتا. قال فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام فاذهب فإن لك في الحياة ألا تقول أن تقول لا مساس، يعني عقوبة لك يا سامري، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، كما أنك بادرت ومسست هذا التراب وسببت لنا فتنة عظيمة ففتنت بني إسرائيل ووقعتهم في هذا الشرك، عقوبة لك من الله عز وجل ألا تبس أحدا ولا يمسك أحد، أن تقول لا مساس، لا تستطيع أن تمس أحد ولا يمسك أحد، فتعيش كالمنبوذ بين الناس هكذا، لا تصافح، لا تقبل، لا تضم، لا تمس، هذه عقوبة من الله عز وجل. وهذا قد يتبادر الأذهان أن هذا أمر سهل، لا مو سهل، ليس سهلا، يشعر الإنسان كأنه بمعزل عن الناس وإن كان معهم، فهذه عقوبة من الله عز وجل. ثم قال ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى، قال وإن لك موعدا لن تخلف في ذلك اليوم العظيم، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أمر موسى بني إسرائيل أن يأتوا بالمبارد، المبارد جمع مبرد الذي يقطع به الحديد، وأخذوا يقطعون هذا الصنم وهذا التمثال وهذا الطاغوت، ثم عندما قطعوه أشعل فيه النار وذره في اليم أي في البحر، ثم عاد وأكد لهم حتى يصحح هذا المعتقد ويعيد هذا الإعوجاج إلى استقامته مرة أخرى. قال إنما، إذا تحصر، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. نختم هذا اللقاء بذكر أمرين اثنين. الأمر الأول أن بني إسرائيل ندموا على ما فعلوا، وهذه لا شك أنها علامة جيدة، يعني حتى يعني قالوا بأنه ليس العيب أن تخطئ ولكن العيب أن تستمر في الخطأ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتابوا إلى الله عز وجل. ولكن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أنه لن يقبل توبتهم حتى يقتل بعضهم بعضا، هذه توبة الله تبارك، هذه التوبة التي أوجبها الله تبارك وتعالى
على بني إسرائيل أنه لا بد أن يقتل بعضهم بعضا، وفعلا شرعوا في تقتيل بعضهم بعضا حتى قتل منهم خلق كثير. قال بعض أهل العلم حتى قتل منهم قرابة 70,000. سبحان الله، انظر إلى هذا التشريع وقارنه بشرعنا كيف أنها أسمح الشرائع وأيسر الأحكام، لأن الله رفع عنا الأغلال والآثار التي كانت على الأمم من قبلنا. إنسان مهما أذنب يصلي ركعتين، الأكمل كما حدث أبي بكر الصديق يصلي ركعتين ثم يرفع اللهم إني تبت إليك بنية صادقة يجب الله ذنبه، أستغفر الله وأتوب إليه يجب الله ذنبه، وقعت عليك نجاسة توضأ انتهى. هم إذا أصابتهم النجاسة، إذا أصابت ثوبهم ثوب أحدهم النجاسة لابد أن يقطعها قطع ما تغسل، فخفف الله عنا سبحانه وتعالى. فلذلك شريعتنا هي أسمح الشرائع وأيسر الشرائع، وهذا الدين كلما ضاق اتسع، وكلما زاد عليك مشقة زاد التيسير في حقك بفضل الله عز وجل. فهنا كانت هذه التوبة، تتوبون يقتل بعضكم بعضا، يلا قتل منهم 70,000. ثم بعد هذا، بعد أن من الله عليهم سبحانه وتعالى وقبل توبتهم، توقف هذا القتل بينهم. ثم أيضا أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يختار الصفو من قومه، فاختار 70 رجلا من صفوة بني إسرائيل، العباد الزهاد أفضل بني إسرائيل، صفوة الصفوة، ليذهبوا لميقات الله عز وجل وليتوبوا لله سبحانه وتعالى. وفعلا ذهبوا مع موسى عليه الصلاة والسلام. فطلبوا من موسى أن يسمعوا كلام الله عز وجل، فسمعوا كلام الله تبارك وتعالى على خلاف بين أهل العلم. ثم بعد ذلك طلبوا من موسى أن يروا الله تبارك وتعالى، بل القبيح أنهم اشترطوا لإيمانهم رؤية الله تبارك وتعالى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. شوف سبحان الله الخلص، يعني هذا الطيبين، هذا هو الطيب في بني إسرائيل يقول هذا الكلام. فأخذتهم الصاعقة، أهلكهم الله عز وجل عندما طلبوا الرؤية من الله وقالوا لن نؤمن، تبين نؤمن لنرى الله عز وجل، من أنتم حتى تمنوا على الله عز وجل عبادتكم؟ فغضب الله عز وجل عليه فأهلكهم، أهلك 70 الصفوة أو صفوة الصفوة. موسى عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل، يعني كيف أرجع لبني إسرائيل وهؤلاء صفوتهم وقد أهلكتهم؟ فدعا الله عز وجل أن يعيدهم مرة أخرى، فأحياهم الله عز وجل مرة أخرى، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. انظر إلى هذه الآيات وهذه النعم من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم الذين دائما في نقض للعهد مع الله تبارك وتعالى. عن المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه عز وجل: أي أهل الجنة أدنى منزلة؟ فقال رجل، فقال سبحانه وتعالى: رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: كيف أدخل الجنة؟ هذا أقل أهل الجنة منزلة، آخر واحد يطلع من النار، نعوذ بالله من النار، فيقول: كيف أدخل الجنة يا ربي وهي خلاص ملأة؟ فيقول الله عز وجل، يقول: كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك من الجنة
مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ يرضيك هذا؟ فيقول نعم إي رب رضيت. فيقول الله عز وجل لك هذا ومثله ومثله ومثله، فيقول أي رب رضيت، فيقال له إن لك هذا وعشرة أمثاله. فيقول أي رب رضيت، فيقال له لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. وسأله وسأل أيضا سأل موسى ربه أي أهل الجنة أرفع منزل. إذا هذا أقلهم منزلة، الأول اللي له 30 ضعف، لك مثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله، مثل ملك من ملوك الدنيا وله ما لذت ما اشتهت نفسه ولذت عينه. فقال موسى أي ربي أرفعهم منزلة، هذا الأدنى أقل واحد والأرفع عين. قال الله عز وجل قال سأحدثك عنهم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. نقف عند هذا وللحديث بقية غدا بإذن الله عز وجل، نكمل وإياكم ما تبقى لنا من قصة موسى عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.